يعني احنا يمكن السنة المالية انتهت 30/6 وهنعرض على حضراتكم النتائج الأولية للسنة المالية 2022-2023. احنا قدرنا نحقق إجمالي إيرادات 1501 مليار جنيه، ده تقريبا معدل نمو 11.5%، وإيرادات ضريبية 1211 مليار جنيه، ده بمعدل نمو 22. احنا متوقعين يعني معدل نمو الايرادات الضريبيه في بعد تدقيق الارقام هيكون قرب ال 23%، وده غير مسبوق، لم يحدث على الاطلاق انه ننمو بهذا المقدار. يمكن كمان فيهم مصلحه الضرائب لوحدها اكثر من 1.1 تريليون جنيه مصلحه الضرائب المصريه. اجمالي المصروفات عندنا 2129.5، يعني 2.13 تريليون، نسبة نمو 16.3%. انتهينا بأنه يعني مبدئيا عندنا فائض أولي، الفائض الأولي اللي احنا قدرنا نحققه 157 مليار جنيه، مقارنة السنة اللي فاتت عملنا فائض أولي 100 مليار جنيه. السنة اللي فاتت ال 100 مليار جنيه كانت 1.3، السنة دي ال 157 مليار 1.6، وطبعا زي ما قلنا دي أرقام مبدئية، ممكن مع التدقيق النهائي للحسابات تبقى قريبة من ال 1.7 مليار جنيه، سوري 1.7%. بالنسبة للعجز الكلي، احنا العجز الكلي تقريبا حوالي يعني 618 مليار جنيه. العجز الكلي تقريبا متوقعينه ان هو الارقام بعد دقيقه في حدود 6.2%، مقارنة بالعام الماضي كان 6.1، مع الأخذ في الاعتبار طبعا انه اسعار الفايدة كانت ارتفعت جامد جدا، وايضا تأثير سعر الصرف. يعني أنا أعتقد أنه لولا أسعار الفايدة وسعر الصرف كان العجز الكلي هيبقى نازل عن كده كتير جداً جداً، لكن يعني برضو أن احنا نحقق في حدود 6.2 مع الأخذ في الاعتبار هذه المتغيرات، وأيضاً التدخلنا المستمر بالحزم الاجتماعية ورفع الأسعار بتاعة القمح وكل المصاريف الإضافية دوت، وننتهي بأنه نحقق في حدود 6.2 بالنسبة للعجز الكلي بالمقارنة بالعام الماضي 6.1. بنعتبر أن الحمد لله ده بيؤكد على القدرة على التحكم في المالية العامة وانضباطها برغم كل الصدمات الشديدة وبرغم كل الآثار اللي هي بتبقى مرتبطة بالمتغيرات اللي حاصلة. طبعا العنصر الثالث هو الدين، طبعا الدين اتأثر بتغير سعر الصرف، وطبعا احنا عشان كده يمكن حطينا خطة، الخطة ديت بتستهدف ان الدين بتاعنا احنا كنا قلنا ان هو هيبقى في حدود 96.97، ان احنا ان شاء الله باذن الله خلال الاربع الى الخمس سنوات القادمة الخطة دي تم وضعها وتم تدقيق ارقامها، ومستهدفها انه في خلال اربع الى خمس سنوات هنكون في الرينج من 75% الى اقل من 80%. ويمكن ليه بنقول الارقام دي؟ لانه يعني احنا لو بصينا على 43 سنة يعني من عمر المالية العامة هنلاقي أحسن سنة كان فيها نسبة الدين للناتج المحلي هي 79.8، دي أقل نسبة دين للناتج المحلي شهدتها مصر على مدار 42-43 سنة. احنا مستهدفين بالخطة اللي وضعناها ودققنا أرقامها واتفقنا عليها انه ان شاء الله بإذن الله خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة هنكون في المستوى 75 إلى أقل من 80%. والخطة دي يعني مهمة جدا جدا لأنها بتقول على قدرة الدولة على يعني الأخذ بمسار الدين في مسار نزولي ل يعني ضمان
انه الدين بتاعنا الاستدامة بتاعته، وبرضو طبعا ليه أثر على بالنسبة للفوائد. النقطة الأخيرة انه وزارة المالية شغالة على استهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية خلال الفترة من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليار دولار خارجي، يعني بأكد أنها تبدأ إن شاء الله من هذا الشهر وتستمر معنا حتى 31 ديسمبر 2023. شكرا جزيلا دكتور. شكرا معالي الوزراء.